واحنا كلاعيبه نادي اهلي وكان نادي اهلي بنحب قوي الستايل ده او الاسلوب ده. دي قمه ثالثه. قولوا لي ليه قمه ثالثه؟ لو جيت بالارقام هتلاقي ان النادي الاهلي هو هرم الكوره في مصر وعلى قمه الهرم كمان. النادي الاهلي يجي بعده في الارقام فرق شاسع طبعا نادي الزمالك في المركز الثاني، وبعدين النادي الاسماعيلي في المركز الثالث، ده في الدوري العام لما بنتكلم على عدد مرات فوز كل فريق، اهلي زمالك اسماعيلي. لو جينا على ماتش النهارده اللي دايما ماتشات الاهلي والاسماعيلي بتتلعب من 2015 ل 2000 من 2015 2016 حتى يومنا هذا في ملعب برج العرب بالاسكندريه. النتائج في صالح النادي الاهلي، 11 مباراه اتلعبت حتى اليوم، النادي الاهلي فاز في 8 مباريات، بتكلم من 2015 2016 مباريات اتلعبت في برج العرب. النادي الاهلي فاز في 8 مباريات وتعادل الفريقان في 3 مباريات. طبعا زي ما بقول لحضراتكم مباراه دايما بتشهد نديه واثاره وقوه بعيده عن موقف اي فريق. مستر مارسيل كورال، كل ارقام بتجهيز اللعيبه على افضل نحو. احنا لسه بنتكلم على ايه؟ ان احنا في بدايه موسم. لما يبقى في بدايه موسم يبقى بنجهز ويبقى عندك فرقه. انا بالنسبه لي فرقه النادي الاهلي عباره عن 16 17 لاعب تقريبا متقارب المستوى. تقريبا في تقارب في المستوى، يعني لما بتتكلم على النهارده يلعب امام، يلعب قفشه، يلعب احمد عبد القادر، يلعب طاهر، يلعب رضا، يلعب بيرسي، كل دول عناصر اساسيه. كل دول عناصر اساسيه. هيلعب بمين فيهم؟ عنصر اساسي. مين هيقعد؟ عنصر اساسي. هتلاقي واحد من اللي قاعدين عنصر اساسي، من اللي بيلعب عنصر اساسي، فانت بتتكلم على قوام اساسي. وعلى فكره ده مش موجود، يمكن بقاله دي داخلين في ثاني سنه، مش موجود في اي فريق في مصر غير في النادي الاهلي. لما بتتكلم على قوام اساسي لفرقه ثانيه غير النادي الاهلي هتقول مثلا اذا الفرقه دي فيها 7-8 عناصر اساسيه وفيها 3 بيتغيروا، 10 عناصر اساسيه، 11 بالكتير عناصر اساسيه، لا، النادي الاهلي فيه اكتر من 17 او 18 لاعب عناصر اساسيه.